قالت لهم زيدوا اشربوا. قال لها ابويا حي ما عندي والو، طلقوني ما عندي والو، فتشوني ها ما عندي والو. قال له بلي ضربوه. قال لها دكتور قتلوني، قالت له موت كيف كلب حاشاكم سمحولي. قالت لهم موت، ضربته بركله، ضربوه بكرعيهم ما خلوش هو يتوب ربي له خلق. قضية محمد ورفضوه بلا ما ينوش. قضية جزائرية قاعد تخص قاعد مش معسكر هو الميت. ولا انت كاتشي داوى في اللوطو ركلوا الفوق قاعد يقول هاي ما عندي والو. قبلهم ما خلوش طاحوا له في الراس وقعدوا بالمطارق في الطاق ليا. والمراه هي الجداده اقول لها المراه هي معاهم، هي ثاني شرطيه مش عارف شكون. قالتهم زيدوا ضربوه وقتلوه. دوله اسلاميه كل دوله اسلاميه دايرين فيها مرات ضرب رجاله ما تخلوش يعيش. ضربوه حتى جايفوه من قعدوا يقولوا له بلي جبت شصر، جبت عوق شصر. جابوه مسكين الشيباني تاعه والله ما استعرفوا به. قال له روح ولدك يبيع المخدرات، هيا روح. قعدوا يواسوا فيه مسكين. انت يا جارتو؟ اي كنا كنت في التاق. كانت في التاق فوق راهي من فوق الطلاق. يعني نخرج من البلوك يجري وقبضوه. والشاب هذا صح كان يتعاطى المخدرات ويبيعها كيما يحكوا لي. صح صح ومسبوق قضائيا وداخل الحباس. اسمحوا لنا بعد اسكو هذا الشاب كان مسبوق قضائيا داخل الحباس كان يأدي الناس كان يقول المشكل يصبر معليش اصبر اسكو كان يأدي فيكم كان يجريسي في الجيران كان يسبكم يموت علينا سخطوا لنا بالباق باش قضيه باش علينا كاش واحد ضايح قالنا قولي شكون ناك شكاي ولا لا غير داك ضري يهضر بعي واسي يقعد له ولا اطونسون ديك اختي قبل ما تكون جارتي ديك اختي ويبغي الكبير يبغي الصغير يبغي الشوابي حق تعرف عمرنا في حياتنا مازال ما شناش من ناحيه عمرنا في حياتنا ولا شنا من ناحيه لو كان اذانا بحاجه ولا صابوه يبيع صابوه يشرب دول احنا ما ينطوا هو ما يضربوش قانون كاين يقبض 6 شهور يقعد 20 عام يقعد 40 عام الحكم يدبر راسه دوك ما عليه يقعد يكون قدامنا والخلاوين يشوفوا الخلاوين يتباكوا عاد كي ماما يصوتوا في عندي غوري انا مربيتها شافتها خلعت دراري صغار شافوها شافوها انا عندي مربيتها ما تخدم وانا قاعده اروح خويا ضربوها انت شفتوا ماما يضربوا فيه شفتوا داك اللي كانوا يضربوا فيه اشتاه تاع الخضر يجوا منا يفوتوا يطلعوا منا باسكا هذو بيعوا عليه جاوا منا جاوا تخطفوا له جاوا قاعد يتخطف خرجوا بغا يقبوه خرجوا منا قاعد طاحي في المنطقه هنا ايوا شربوا لا جافيل داو هيدا الاخر المنطق عاودوا هادو وين شربوا له لا جافيل هنايا قدامكم هنايا شربوا في الناس قدام الناس الناس كاع كتشوف كي كانوا يشربوا الفلاجافيل شنو يشربوا فيه فلاجافيل رغوه وهذا الشيء اللي ضربته بالبوطه صحه ضربته الفوكسي هو ما شاء الله ضربته بالمطرق وبالبوطه دابلي ثم سقطت على البلا اساس ثم الهدا في الاخر فور اللوطو قالوا له قال له بلي يعطيني يشرب الماء قال له لا خليه يموت فيما ما يشربش قدام الغريم باسكو الغريم كانوا ديجا مجمعين الهيئه كانوا عندي السجاد حتى الدراري صغار تما تا خمس قال الغريه تما الدراري صغار تا 5 سنين 7 سنين شافوه شافوه السياسات البوليسيه هذه القمعيه الليبراليه المتطرفه سواء سياسيه ولا دينيه ما فيها حنايا ماناش قابلينها ماناش الاوبينيون تاعنا عندنا احنا حرار نموتوا على نموتوا على الحريه تدونا الحريه بصح الراي تاعنا اكزيستي ونموتوا على جلد رانا حاضرين ونوجهوا رساله للسلطات المعنيه بالقضاء بالرحمه الوالدين للقضاء عندكم 24 ساعه تطقون المساجين اللي راهم وقفين مؤقتا شحال كاين من واحد كاين العشرات كاين 60 كاين 100 راه في السجون كاين 18 واحد عشرات عشرات ما قالوا 18 واكثر هما 100 قابلين 100 واحد انا يا كنت نشري شاهده انا كنت نشري ومين جيت كان قاعد هنا مسكين قلت له خير وطلعت للدار فيما طلعت للدار وطلعت طليت شفت الشير مسكين قابضينه قتلوه طايحين فيه قتلوه بالمطرق مسكين قتلوه وقول قول وراك دايرها قول مسكين وهو
وين طلعوهم على الدرج طلعوه كاع ميت مسكين وصفر. وين شربوا له لاجافيل؟ لاجافيل ما شتش غير هذيك المراه البوليسيه نزلت كي نزلت طلعت كمامها وقالت له بلي وقالت له وخر وخر عليا وخر عليا ما شتش لاجافيل. وراسي شت هذاك بوليسي خشينه مش عارف كتلوه بالمطرق منه مسكين هاك 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 منه مسكين وهو ميت ورافد له تاكيده تاع الدخان والشيره قاعده طلعت منه من قالت لهم وخروا انا ليه انا اللي جاي ضرباته هي هي وقفت هذاك وين قاعده طلعت في كمامها مزدي ضربوه الاخرين هذا مزدي شغل انا ملي تظهر سمع الطم هذو مسكين ولا قلت له هنا هنا وطلعوهم على الدرج انا بنت راح سؤال على هذه على هذه على هذه السياسه البوليسيه ولا وحمل وحمل العصا ضد من ضد الشعب تم الدولاريت كل الشعب طلعوا مسكين مع الدرج طلعوه كاع ميت صفر كي زعفران الشعب راه يكره الدولة هاك مسكين وعلاش دخلتوها في الـ في الـ في, الـ في التجارة غير موازية على على لي باراك إليغال ها وش يديروا شباب كان قاعد هنا زيد ولا شي يدير عز بيعز طلع يبيع المخدرات يستعمل المخدرات حنا رانا في كارت في كارت في كارتي في كارتي كيسموها هذه كارتي ماناش في البرازيل انا في ماسكارا ورانا في الكارتي ها هو بكري في خطف راسك سموه فوفوش كتلوه مسكين ما خلوش فيه يسموه حي شعبي فيه مسكين حي شعبي وعندنا مدرسة تعليمية اللي هو الأساس تاع التعليم باش ما نكبروش أمين إنسان عاقل برنكي نكبر السياد على روحنا توا حنا نكون السيد علينا يبغي صغير ويبغي توا حنا نكون السيد علينا هذا الانسان كان وراه عندنا الدعاره هنا عوض اللي شوف اسمح لي لا هذه نقطه مهمه بزاف دخلوا لي هذا الانسان كان قادرنا الاخلاق تاعو فيها كاع القضايا خلاص معليش بارك الله فيك الاخلاق تاعو كيفاش كانت مع الجيران مليح معانا مليح معانا عاقل عمره ما دابس عمره ما واسع يشوف الكبير الصغير يشوف عمره يريسبكتي كاع جوي عمره ما سمع لنا حاجه انا اللي معاه في الباطيمات كان جاشين ما يجمعش يا خير عمره ما ضرب حد ولا واسحته وش قاعد هنا ولا يقعد في البلوك اللي خاطيه نشهد عليه خاطيه خاطيه عاقل سكر من بعيد يجي قادر يجي في خير حلو سكر حلو خضره هذا كل خليته خليته هنا مخروه نحو والاخر اللي يقبل اللي يقبل الفساد واللي يقبل التحايل واللي يقبل هذا الصالح خير خلوه في البلاصه في الدرج كيفاش بنحارب الاميه حنا هذه هذه تمسخيره لا لا هذا وي هذه تمسخيره هذا سبحان الله التقتيل احنا ما نقبلوش حنايا رانا ضد التقتيل فهمت ولا كان جهاد وراء هذه القضية باش تحرض الشعب الجزائري وتنوض ويدخلوها في الربيع العربي وعشنا الربيع العربي 10 سنين هذه لا عمرنا ما سمعنا انا باغي اشتراكيه انا باغي ديمقراطيه الجمهوريين واخرين يروحوا علينا تحقوهمش والليبراليين يطلعوه طلعوه مسكين كاع مكمل انا قلت لهم وحالي طلعوه مسكين كاع حاف هاك هذيك صحه 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 هذيك ص